عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بدراسة متن الأصول الثلاثة. بما سيبر بينج برسي ما هناكي بريك أم كتابك سي أصلي تملك سيبر سي قبر داتينا برسكرني بريك ونا أم قريب بينج تشتادا حاكم فن. لماذا ندرس التوحيد؟ أم سوى شي توحيدي دخونا. لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ سوى تشيك أم في متن أصول الثلاثة دخونا. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول الثلاثة متن ويتشيه هي أسئلة القبر أو نو برسي قبر داد ماتينا برسكرني أو برسانانا. ما الفائدة من الدراسة؟ فائدة فيا خوندنا في درسي في كتابي تشيه. هذا المتن يحتوي على ماذا؟ أف متنا سر تشهاتي نفساري دا يحتوي على المسائل الأربع؟ سر تشور مسألة هاتي نفساري؟ المسائل الثلاثة؟ سي مسألة دنانا هاتي نفساري؟ لماذا ندرس التوحيد؟ سوى كم توحيد دخون؟ شرح الأصول الثلاثة؟ شرح أصول الثلاثة يعني ذاكرنا ويا خبرنا ويا وخاتمة الكتاب وخلص بنا